السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، رايحين نديرو تحلية ولا حلوة قهوة العشية. مقادير جد بسيطة ومتوفرة في أي بيت. قبل ما نبداو وصفتنا لنهار اليوم، ما تنساوش اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. وما تنساوش انو رابط صفحتي على الفيسبوك والانستغرام في صندوق الوصف. راح نبداو وصفتنا لنهار اليوم كما قلت لكم وصفة اقتصادية. مقادير وصفتنا لنهار اليوم، رايحين نحتاجو زوج حبات بيض، راح نحتاجو زوج حبات بيض، راح نحتاجو ثلث كأس من السكر يعني ما يعادل 50 غرام من السكر، ثلث كأس من السكر يعني كأس 240 مللتر يعني ثلث التاو، يعني نقسم الكأس على ثلاثة، يعني عينك هي ميزانك، نقسم حوالي الكأس على ثلاثة ونديرو كمية السكر. عندنا نصف كأس من الزيت ما يعادل 70 غرام من الزيت. هنحتاجو كأسين من الفرينة أو الطحين الأبيض، كما كتشوفو الكأس يكون مسطح. رايحين نحتاجو رشة ملح، عطر الفانيلا، كما نقدرو نستبدلوه بعطر الليمون ولا مبشور الليمون ولا مبشور الملتقى البرتقال بما انه رانا موسم الحمضيات. ورايحين نحتاجو ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. رايحين نبداو في الطريقة على بركة الله. من جهة اخرى حنجيبو الغيسيبيون التانا، رايحين نحطو فيه كمية السكر، نحطو فيه كل كمية السكر، ورايحين نضيفو كمية البيض. فهنا رايح نضيف بيضة كاملة، نضيفوا بيضة، وراح نضيفوا بياض بيضة، والصفار راح نحطوه في الجهة الأخرى، يعني الصفار راح نخليوه يعني من فوق. يعني من أسهل الوصفات، يعني وصفة قطعنا كمية كبيرة والصفار راح نحطوه في الجهة الأخرى. هكذا راح نخلطوا كل المكونات. هكذا رايحين نضيفوا كمية الزيت التاعنا، نضيفوا رشة الملح في هذا الطن، لازم نخلطوا مليح الخليط التاعنا حتى يتفتح كل كمية السكر. يعني من أسهل الوصفات، يعني بمقادير بسيطة، يعني نشربوا بها قهوة العشية وما راحش تشد معنا الوقت. لازم نخلط مليح السكر تاعنا، يعني ما نضيفوش عطر الفانيلا في الاول لانه راح يروح المذاق تاعو، يعني نخليه اخر حاجه نضيفوه. فانا كما راكم تشوفوا، يعني شوفوا لون الخليط تاعنا كيفاش يولي. هنا راح نبداو نضيفوا الفرينه تاعنا تدريجيا، راح اكيد الفرينه تاعنا لازم نصفوها. راح نضيف الكأس الأول، هذه الطريقة، ورايح نضيف حوالي ربع ملعقة من خميرة الحلويات. يعني نضيف فقط ربع ملعقة هكذا. راح نعاود نخلط كل المكونات تاعنا. هكذا راح نحيد الفرينة تاعنا، هكذا راح نضيف الفرينة تاعنا الأخرى تدريجيا هكذا، وراح نضيفو عطر الفانيلا، ورايحين نلمو الخليط تاعنا يعني حتى نتحصلو على خليط انه نقدرو نشكلوه، يعني وما يكونش يتلاصق في يدينا. الطريقة هكذا
فانا الخليط تاعي مازال يحتاج، فراح نضيف الكميه المتبقيه. وندخل العجينة التالية. هنا كيما راكم تشوفوا شكل العجينة، يعني تولي ما تلاصقش وعجينة طرية، يعني نقدروا نشكلوها بكل سهولة. فمن جهة راح نجيب صينية اللي تدخل الفرن، وراح نشكل العجينة تاعي على شكل كرات، يعني نحاولوا نشكلهم على شكل كرات صغيرة هكذا، واللي يحب يوزنهم يوزنهم، فراح نشكلهم على شكل كرات صغيرة. يعني راح تقطعنا كمية ما شاء الله. هذه الكمية هنا كيما راكم تشوفوا استعملت كأسين كاملين من الفارينة هكذا. هكذا حتى نشكلوا كل الكمية تاعنا، يعني فقط نشكلوهم هكذا دوائر، يعني عينك هي ميزانك، واللي يستعمل الميزان يستعمل الميزان. هكذا حتى نكملوا كل الكمية تاعنا. فمن جهة هنا بعد ما شكلنا كل العجينة تاعنا، رايحين نهبطوا يعني قليلا العجينة تاعنا هكذا. يعني هكذا حتى نكملوا كل الكمية التالية. فمن جهة هنا عندي صفر حبة بيض مع قليل من الخل، يعني باش ينحينا ريحة البيض، ورشة ملح، يعني الملح راح يخلي الحلوة تاعنا يجي فيها لون باهي ومليح. هكذا راح نخلطوا كل المكونات مع بعض، ورايحين نضيفوها يعني من فوق. هكذا حتى نكملوا كل الكمية تاعنا. فهنا فقط باش نديروا تزيين بسيط، يعني فقط بالفرشيت. هكذا يعني تزيين فقط بسيط هكذا. ورايحين نحطه في المنتصف، يعني عندي كمية من الجنجلان رايحين نحطوها في المنتصف، يعني هذه اختياري. هكذا حتى نكملوا كل الكمية تاعنا. فهكذا ورايحين ندخلوا الحلوة تاعنا للفرن، بعد ما تحمر نتلاقاو ونشوفوها في صحن التقديم، يعني هكذا نخليوها حتى تحمر ونشوفوها طابت. هذا هو شكل الحلوى تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. يعني تكون حلوى من اشهى ما يكون كما راكم تشوفون.